بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان رقم 13 and 14 من كتاب بيت باي بيت. هنحل الامتحان رقم 13 والامتحان رقم 14 من كتاب بيت باي بيت، ونبدأ على طول يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال listen and number، يعني استمع ورقم. اول صورة عندنا كده الولد جوعان hungry، يبقى نمبر 4 رقم الكلمة. تاني صورة عندنا vegetables خضروات نمبر 5. تالت صورة عندنا bone يعني عظام، الولد بيشاور على bone عظمه، يبقى نمبر 1 كلمة bone نمبر 1. بعد كده عندنا الولد سعيد happy نمبر 2. اخر صورة عندنا draw يرسم نمبر 3. تاني سؤال listen and complete، استمع واكمل. ايه بيقول لي بيه؟ what does the juggler look like؟ رد عليه وقال له he is old and thin. يبقى اول كلمة هنكتبها juggler، تاني كلمة thin. بعد كده look and put a true or false، انظر وضع علامة صح او خطأ. بنقرا الجملة، لو الجملة تتفق مع الصورة يبقى true، لو الجملة لا تتفق مع الصورة يبقى false. أول جملة بتقول she is singing، هي تغني، true. تاني جملة it's half past eight، يعني الساعة 8:30، طبعا false. number three they are hippos، true. number four I have a fever، true. بعد كده انسكريبل اند رايت، اعد ترتيب الحروف واكتب الكلمة. اول كلمة عندنا اخضر جرين جي ار اي اي ان. تاني كلمة حمى فيفر اف اي في اي ار. متحمس اكسايتد اي اكس سي اي تي اي دي. ممرضة نيرس ان يو ار اس اي. بعد كده رايت ذا ميسنج ليترز، بنكتب الحروف الناقصة في كل كلمة. اول كلمة ليفنج روم ال اي في اي ان جي ار او او ام، يبقى ال ان والجي. تاني كلمة يغني سينج اس اي ان جي، يبقى الاس والاي. تالت كلمة مغناطيس ماجنت ام اي جي ان اي تي، يبقى جي والان. رابع كلمة غضبان انجري اي ان جي ار واي، يبقى ال ان والواي. بعد كده ري ارينج الترتيب. اول جملة تبقى هي هاز جراي هير. تاني جملة I am very excited. number three where are the lions. number four I like my teacher. بعد كده write a sentence under each picture، بنكتب جملة تحت كل صورة. أول جملة he feeds the birds، هو يطعم الطيور. الجملة التانية it's a knife، إنها سكينة. بعد كده علامات الترقيم الاي هتنزل كابيتال، هنكتب الجملة كلها بخط كويس في الاخر فول ستوب. الجملة التانية الاي هتنزل كابيتال، هنكتب الجملة كلها بخط كويس وفي الاخر فول ستوب. بعد كده الامتحان نمبر 14 رقم 14. اول سؤال listen and number، اول صورة تبقى نمبر 4 fishing، تاني صورة نمبر 5 grass landis، تالت صورة نمبر 1 penguin، بعد كده نمبر 2 سبورتس، اخر حاجة نمبر 3 ماجنت. نمبر 2 listen and complete، استمع واكمل. ايه بيقول لي بيه؟ what are you doing، ماذا تفعل؟ رد عليه بيه وقال له I am drawing a picture، انا ارسم صورة. بعد كده look and put a true or false. number 1 it has black ears، true. number 2 the armchairs are next to the TV، طبعا false. number 3 I have a headache، true. number 4 she works in a hospital، true. بعد كده انسكريبل اند رايت، اعد ترتيب الحروف واكتب الكلمة. اول كلمة صابونة soap S O A B، فم mouth M O U T H، جلد skin S K I N، ينام sleep S L E E B. بعد كده write the missing letters، اكتب الحروف الناقصة في الكلمة.
شعر هير اتش اي اي ار يبقى الاي والاي. ساعة حائط كلوك سي ال او سي كي يبقى السي والكي. فأر ماوس ام او يو اس اي يبقى الام والاو. فضاء سبيس اس بي اي سي اي يبقى الاي والسي. بعد كده ري ارينج الترتيب. نمبر 1 هي از listening تو ميوزك. كده جملة مثبتة في زمن المضارع المستمر هي. طبعا ضمير الفعل هي بياخد از وبعد كده فعل مضاف له اي ان جي وبعد كده باقي الجملة. هي از listening تو ميوزك هو يستمع الى الموسيقى. نمبر 2 does his stomach hurt. طبعا كده سؤال في زمن المضارع البسيط بيبدأ بفعل مساعد does بمعنى هل. does his stomach hurt يعني هل معدته تؤلمه. number 3 what is the matter. what is the matter ما الأمر. number 4 I like healthy food أنا أحب الطعام الصحي. بعد كده write a sentence under each picture يعني اكتب جملة تحت كل صورة. اول جملة هنقول he is hungry هو يكون جوعان. كده الولد بفكر في الاكل عايز ياكل يبقى اكيد جوعان. he is hungry. تاني صورة عندنا كده معدة هنقول it's stomach يعني انها تكون معدة. ممكن نقول بطريقة تانية I can see stomach انا ارى معدة. بعد كده بنكتبيشن علامات الترقيم. اول جملة تي في they وبعد كده هنكتب الجملة كلها بخط كويس. they play together يعني هم يلعبوا مع بعضهم البعض وفي الاخر full stop علشان دي جملة. number 2 ال double of what هتنزل capital. ده سؤال what does the clown look like يعني كيف يبدو المهرج. What does the clown look like وفي الآخر question mark علشان ده سؤال. في نهاية السؤال لازم نضع علامة استفهام question mark لكن في نهاية الجملة بنضع full stop. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الشرح متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ولو فاتكم أي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل اللي موجودة في القناة من فوق واختاروا قائمة تشغيل سنة تالتة من كتاب بيت باي بيت وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب سواء شرح الدروس او حل اسئلة الدروس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.